اخر مدافع بالنسبه للترجي. يرجع بالكره الحارس مرماه معاذ بن شريفيه. شمس الدين الزوادي بتتقص له الكره وشيبز غلامي، وهدف التعادل، هدف التعادل لنادي حمام الانف، وهفوه قاتله من جانب دفاع الترجي للامانه. واحد واحد. وفرحة كبيرة في جماهير نادي حمام الانف. شهاب الزغلامي، محمود العديبي هو اللي قص الكرة، استغل الفرصة، استغل الخطأ لهفوة. هاي اللي عاد شوف مازال ما دارش شمس الدين الزوادي، وفارس العيساوي هو اللي خذا الكرة. مازال شمس الدين الزوادي.